لازم ارجع بيك خطوة لورا عن الزمالك، وعايزين نعرف ايه اسباب رحيلك عن الزمالك. انت مرة واحدة رجعت النادي، مرة واحدة مشيت، ايه اللي حصل وليه مشيت من نادي الزمالك؟ اولا انا لما خرجت الاتحاد عارة، فخرجت بنية ان انا في دماغي ان انا عايز العب وعايز ارجع، عشان ارجع الزمالك ايه حاجز مكان في الفريق. السنة كانت بدأ شوية كويسة، ما فيش مشاكل لغاية ما جت الإصابة دي اللي أخرتني شوية. بقى كان في الفترة دي كان فيريرا، مستر فيريرا كان لسه ماسك، كنت أنا مصاب بقى فما شافنيش أصلا. فلما رجعت هو بيحب عدد قليل جدا في التمرين، ده اللي أنا عرفته، فما لقيتش مكان لنفسي في القائمة، فقلت لا أنا أخرج أحسن. كنتش تتمرن معاهم؟ ما كنتش تبقى موجود معاهم؟ لا ما كنتش. محاولش حتى يشوفك في التمرين؟ لا خالص، حتى انا طلبت ده بس جات ان في رفض. طب الجهاز اللي معاهم رفض فين؟ من مين انا ما مش عارف مين بالظبط. الجهاز اللي معاهم فين؟ ما اتكلمتش معاه. انا لعيب جاي من اعاره وانتم مرجعيني، طب ازاي انا ما اتمرنش مع الفرقه؟ كنت كل ما اتواصل مع حد يقول لي الراجل هو اللي مش عايز، عايز عدد معين ومش عايز اكتر من كده في التمرين. كان مين موجود ساعتها من المدافعين في الزمالك؟ كان الونش كان موجود بس كان في فتره الاصابه بتاعته، وكان في حسام عبد المجيد، عبد الغني. اما انا رجعت كان جابوا الزناري. يعني ثلاث مساكين بس. كان في محمد طارق كان بدا يلعب مساك، هو المسلوسي هم اصلا باك رايت بس بداوا يدخلوا مساكين. هل كل ده ان انت بتجيب لعيبه وتلاعبهم، وانا عندي لعيب جاهز ولعيب منتخب اولمبي ولعيب لعب الدوري السنه اللي فاتت مع فرقه جماهيريه وقدر انه يثبت نفسه قبل الاصابه، ما كانش في دماغه خالص ان انا اديله حتى الفرصه ان انا اشوفه في التمرين؟ ده اللي انا طلبته. يعني انا قلت كده، قلت تمام انا راجع من اصابه وقعدت فتره، بس الملعب هو اللي بيحكم. انا كده كده متأيد انتظار، عادي اتمرن مع الفرقه ويمكن الراجل يقتنع بيا ويقول لي انا عايزه. واحده واحده بقى. انت كده رحت ولقيت نفسك بتتمرن لوحدك والدنيا مش ماشيه احسن حاجه، ايه موضوع بقى قائمه الانتظار ده؟ لا مفيش، انا اصلا ما حدش وصل معايا من النادي. يعني انا بعد الاصابه ما حدش كان بيتواصل معايا خالص، حتى انا كنت بحاول اتواصل مع كذا حد، كل الاعراض ثواني لما السنه تخلص الاعراض لسه. فما جينا ننزل بقى، رحنا النادي اول تمرين قالوا الاعراض ما حدش هينزل تمرين، كل الاعراض الراجل ياخد قرار. في البدايه كان كله، بعد كده بدا ناس تطلع وبدا ناس بعد كده هم بلغوهم ان هم يخرجوا. انا كان رقم واحد بالنسبه لي اللي اخرني ان انا كان في عروض ساعتها كتير، بس انا كنت حابب اكمل في الزمالك، كنت حاسس ان انا مع مدرب فعلا بيلعب اللي بيتمرن كويس وبيتعب هيكون ليا مكان، ده اللي اخرني. فانا كنت واخد وعد ان انا مش هتأيد انتظار، ده اللي خلاني استنيت للاخر. فجاه لقيت نفسي ولا حد بيتواصل معايا في التمرين، وفجاه لقيت نفسي انتظار بس. وفضلت طول الفتره دي 6 شهور او من شهر 9 لحد 1 بتتمرن لوحدك؟ بتمرن لوحدي بره، بره النادي، ما تروحش حتى تتمرن بره في النادي. وما كانش فيه اي اتصالات ولا حدش بلغني؟ لا لما كنت قاعد اول مره قالوا لي هنبلغ معاك التمرين، ما حدش بلغني ولا حتى فرقه الامل ولا اي حاجه خالص؟ ولا الامل ولا اي حاجه. ما هو ده الوعد اللي انا كنت واخده الاول، وافقت عليه ما فيش مشكله. طب ليه وافقت؟ عشان انا الملعب هو اللي هيثبت، انا راجع من اصابه فانا حابب ان انا ارجع بس. حسيت بيه ساعتها؟ ولا حاجه، اكيد طبعا كنت زعلان ومتضايق مع اي حد، بس انا خدتها خطوه ان انا لا انا هتعب اكتر الفتره دي، الخمس ست شهور دول هتعب فيهم جامد، ولغايه ما ان شاء الله شهر واحد لو ما رجعتش الفرقه انا هروح على مكان ابقى جاهز. يعني انت خمس ست شهور بتتمرن لوحدك بره النادي خالص، هل مستحقاتك كانت بتنزل كمان؟ لا انا لغايه دلوقتي ما خدتش فلوسي المتاخره كلها السنه اللي انا قعدتها في الزمالك. سنه كامله ما خدتش منها؟ ما هي الست شهور. ما خدتش فلوس، ما كانش بينزل اي حاجه. بس انت لما تقعد قائمه انتظار انت المفروض المفروض الفلوس بتاعتك بتنزل مع اللعيبه بشكل شهري. لا ما كانش بينزل اي حاجه. ما حاولتش تتواصل مع حد حتى تعرف الفلوس هاخد مستحقاتي ولا لا، الموضوع ظروف الكلام ده كله؟ ساعتها كنت بتصل باداري عادي انا انزل لي فلوس مع الناس ولا لا. لا طب هشوف طيب بس، لكن ما فيش رد ان هو في فلوس ولا لا. طب لما ما حاولتش بقى تقول انا ساعتها طب انا لازم اتدخل هنا، انا حرام السنه دي بتضيع مني، انا الست شهور دول بيضيعوا مني، انا لازم اتكلم مع فييرا نفسه، لازم احدد احتياجاتي معاه؟ ما هو تمام، بس انا مش هروح افرض نفسي على حد. بس ده حقك انت لعيب في الفرقه. ما هو انا حقي وكل حاجه، بس لو انت مش عايزني، انا ما تواصلتش مع فيريرا نفسه، بس لو انت كاداره نادي بتقول لي انا ما. طب ليه قعدك من الاول؟ ما اعرفش، انا الفكره كلها ان انا خدت الوعد في بدايه رجوعك. الرجوع، فخدت وعد ان انا مش قادر انتظار، وانا كرقم واحد بالنسبه لي
ان انا اكون موجود في فرقة مش ان انا اخرج عارة تاني. فاستنيت، فاتفاجئت في اخر يوم او اخر كام يوم ان انا عبد السلام انتظار، فخلاص بقى امر واقع ان انا مفيش نادي، بس فاضطريت استنى بقى انتظار يعني غصب عني. بس حتى اللوائح بتقول ان انت في قائمه انتظار، انت من حقك تتمرن مع الفرقه، من حقك ينزل لك مستعد، مع انت لعيب في الفرقه، انت لعيب في الفرقه. ما حاولتش برضو ما ان انت تتكلم مع اي ما حاولتش اتكلم، انا خدتها قلت خلاص انا مش هضيع وقت في الكلام، اللي حصل حصل، فانا هتمرن. النادي ما بلغنيش ان انا اتمرن مع الفرقه، مش عايزني. مش جاز النادي عمال يخصم كل ده؟ لا، ما هو اكيد مش هيعمل كده، لان الكلام ده هو اللي ما بلغنيش، فهيخصم مني ليه؟ مفيش مره حاولت تروح فيها التمرين تشوف الدنيا؟ مش انا من نوعيه اللعيبه اللي راح اخلق مشكله، افرض نفسي ان انا اقعد يتمرنوني يا اما هعمل مشكله، مش انا. وبعدين ما ينفعش انا اعمل كده مع نادي الزمالك، هو في الاول وفي الاخر برضه النادي ده ليه فضل عليا، يعني هو سبب في ان اسم محمد عبد السلام يتعرف اصلا، فمش هينفع نعمل اي مشكله. بس